أيها المشاهدون الكرام مرحبا بكم جميعا دار لاركاد الشر هبين مرحبا لار عربة سيري سري سري دوام بو درسة أدوات أدوات الحروف الجر أو أدوات الحروف للغة التركية سنرى الآن هيا نبدأ حروف الجر حروف الجر أدات يعني في اللغة التركية يقال أدات 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 أه كثير من الكلمات موجود في اللغة التركية هم هؤلاء الكلمات يأتي من اللغة العربية كما تعرفون كما تعلمون نعم مثلا حرف من حرف الجر من يقال في اللغة العربية التركية دان دان إف دان كل دان اش تان مثلا إذا سي مثلا إذا آخر كلمة تصلب من حرف تصلب في اللغة التركية نعم للين سيأتي دان دان مثلا إش تان تن تا يأتي حرف تاء ولكن ل حرف الثقيلة الساكنة الثقيلة ولهذا السبب يأتي حرف د أو دان كذا إش دان إش تن ممكن ياتي كذا وكذا. دادا في الى اى او كل اذا الى البيت الى المدرسه إيه إيه نعم الى الكتاب كتابه ب ب ايضا دادا وايضا معناه الى مثلا انا اذهب بالاحمد احمد الى جديورم احمد الى مع أحمد يعني مع مثل مع مع الى Ala, ala üzerinde. Filoga et Türkiye üzerinde, üzerine. Alal kitap, kitabın üzerine. Li için, for. Li, lil kitap, kitap için. Li Ahmet, Ahmet için. Keve. An e, hakkında, ou dandan, eydan, mümkün nakul dandan. Anil kitap, kitaptan, ou kitap hakkında, mesela kitap نقول كتاب دان لم نقل دان لماذا لأن كتاب با حرف با بعد حرف با يأتي داندان أما ولكن حرف با حرف من ساكنة ثقيلة ولهذا السبب يقول يأتي تا يعني يتغير دا إلى تا أو بعدين يتغير تا إلى د للين كتاب تان كونوشتوك كتاب هاكادا مثلا ك مثل يعني جيبي في اللغه احمد جيبي ك احمد ك ك كتاب كتاب جيبي كالبيت بيت أَيْفْ جيبي في اللغه التركيه موجود نعم اه في الغرفه ودا دا. في صفي سنف ت نعم اه حرفٌ الساكن اثاقل جاء ف مثلا في آخر كلمات ف حرف ف ولهذا السبب لم يأتي د دا, دا تغير إلى ت سنف تا أما نحن نقول مثلا أودا لماذا لم نقول أدا د لأن كل حرف صوتي ثقيل ولهذا السبب جاء ثقيل د لم يأتي د لأن هذا خفيف ونحيف صنف تا في البيت أف د على المكتب اوفيستا في المدرسة أوكلدا مع علي, علي دا او في في علي مع علي, علي دا يعني هو في بيت علي او في عند علي او عند علي نعم. بعض حروف الجر ادوات يسار سولوندا يمين ساغندا ساغندا عند جانب ينندا Kharic dışında, dahil içinde, emame önünde, tahta altında, vera'e halfe ev arkasında, fauqa üstünde, ala misal üzerinde, beyne bitvin arasında, vasata ortasında keda. Bazı kelimeler fil Türkiye zaman. nam, Sabah, sabah. Zuhur, öğle, asır, ikindi, mesâ'un, akşam, işâ, yatsı, yani Bağdül Magrib. Neher, gündüz, leyl, gece, dakika, dakika. Meselen, sabahul hayr, iyi sabahlar. Zuhur hayr, iyi öğlenler. Asr, hayr, iyi ikindiler. Meselen, e, mesâ'ul hayr, iyi akşamlar. ي... نعم يت... يقال لار لار لماذا ل... للاحترام مثلا. اي اكشام لار يقال في اللغه التركيه. نعم أ... الاسابيع يوم الاسابيع السبت جمارتسي الاحد بازار الاثنين بازار الثلاثاء صلى الاربعاء تشارشامبا الخميس بارشامبا الجمعة جمعة في اللغة التركية موجود كذا حرف النضاء في اللغة التركية كيف نقول نعم أي هاي أي ها هاي كذا نحن نقول في اللغة التركية في اللغة العربية يا أي أي آيا هيا ها مثلا يا محمد أي محمد نعم كذا يعني آ آه محمد يا محمد يا أيها الإنسان أي إنسان أي هيسان سن ها أنت مثلا يا أيها أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية أي هزورا كابوش مش نفيس وراضي راظول مش بيرشاكيلدر رابين دون في القرآن كما يقول الله تبارك وتعالى نعم حروف العطف في التركيه ادوات العطف نعم في العربية و ف ثم كيف في اللغة التركيه و ذ نفس şey و في arkasından akabinde في yani احمد جاء فرأى مثلا احمد geldi ve gördü hemen gördü فورا yani ثم ثم أم يقصى في اللغة التركية يقصى أم يعني أحمد أم علي علي يقصى أحمد أو يدا فيا كتاب أو دفتر كتاب يدا دفتر نفس الشيء لم يفرق يعني يقول حتى لغة في اللغة التركية حتى حتى يعني بلا حتى ذهبت yani gidene kadar hatta kadar bile dahi anlamları var fi mevcut fi luga turkiye. Lakin, lakin fi luga turkiye'den nakul lakin ancak aynı şey. Fakat yani ana fahimt lakin lem leysa Ben anladım ama ama iyi değil ben anladım lakin iyi değil. Ben anladım ancak iyi değil. Bel bilakis. Bel bilakis tam tersine. Yani tersi ne? Ters şey. Ene citu ben geldim. Bel lem yeci Ahmet. Fakat Ahmet gelmedi mesela. La değil. La hayır. Fil Türkiye. La hayır. La. İmme إما أو نفس الشيء يا يدا في اللغة التركية إما يا يدا إما, ح... إما ذاهبا إما حاضرا مثلا أدوات الاستثناء في اللغة التركية إلا أنجك مثلا إلا مثل لكن أنجك يعني أنجك سوى غير نفس الشيء دشندا دشندا سوى الإنسان إنسان دشندا مثلا ada khala hasha haric ''Yuqal'' fil اللغه التركيه haric mesela hadara atalibu illa halidan halit haric an e, hepsi geldi ya da halic disi hadaratu alabu illa halidan halic dışında herkes geldi ya ya da tullab, öğrenciler geldi ancak خالد كلمة مثلا أه نعم 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 في اللغة التركية نحن نستمر الى الدروس ظروف المكان نحن سنستمر في الدرس المقبل ان شاء الله مع السلامة